والدي من الكبابجيه القدام قوي، يعني ابويا هنا في المنطقه مصر القديمه في الجياره من الاربعينات من قبل انا ما اتولد. المصروف اللي كان بيدوه لي طرع فيه البركه، يعني كان 5 جنيه في الايام دي كانت كلها بركه، والحمد لله ربنا بيبارك. كنت بحوشها في حصاله، اروح اجيب لي مثلا تتكتم ذهب يكسب، مثلا اروح ابيعه يكسب معايا، لغايه ما ربنا سبحانه وتعالى يعني برضك طرح لي في القرش اللي هو القليل ده، طرح فيه البركه. المصروف اللي هو بيعدوه لي وبتاع حوشت، وجيت خدت المحل ده في السبعينات. خرفان مش كلها، بالنسبه للحم انا بجيبه من الصعيد، بجيبه صح على حسابي وبذبحه في قلب المذبح في السلخانه، بس اللي بجيبه طبعا نسقاه صغيره لبان. اللحمه بتاعت العيد بتختلف عن اللحمه بتاعتنا، لان طبعا اللي بيشتري كبش كبير بقرون ولحم تقيل، وبرضك بيبقى يعني ايه غير اللحم اللي احنا بنشتغل بيه. هو خط الصعيد لمؤاخذه برضك اللحم بيبقى حلو بس بيبقى غالي شويه، بيبقى يرجع للمرأة. المرأة بتاعت الصعيد بتبقى حلوه، ومرأة الغنم في مطروح الغنم الدرناوي برضك حلوه، بس الغنم الصغيره بتاعت مطروح بتبقى حلوه، انا ساعات بجيب منها، يعني بتبقى حاجات بسيطه. الخروف بيعمل مثلا ايه يعني 35ات 40 بالكتير قوي لو هو صاحب. هي غنم مطروح في الغنم بتاعتها الصغيره بتبقى حلوه، وغنم الصعيد برضك يعني غنم حلوه. ليه؟ ان كل واحد بيشتغل على حسب المرأة اللي بيجيبها، يعني مرأة الصعيد طعمها حلو وبيبقى فيها يعني طعم جميل. بالنسبه ليا انا بجيب صاحي على حسابي، ما باخدش من جزار ولا اي حاجه، بجيب اللحم صاحي، وابني وليد الصغير دوت بياخده لمؤاخذه يذبحه في المذبح ويجيبوه لي على الظهر كده. ربنا بيبعت لنا الزبون من اخر الدنيا، يعني شوف انا في حي شعبي هنا اهوت وحي بلدي، بس برضك الزبون الاكيل الحلو اللي هو بيجيني هو يعني معلش يعني دي حاجات دي بتاعت ربنا وده رزق. قلت حد يشتغل في حكايه حمير دي انا ما يعني ما قايدهاش، لاني برضك ده ضمير، والاكل ده طبعا مؤاخذه يعني ضمير ويرضي ربنا. الزبون بيجي لمؤاخذه بيجي ياكل عند الواحد، وطبعا ضامن عشان صحته. ما هو مثلا انا بياع بتاع الاكل دوت زي الدكتور، يعني ممكن الواحد يخلي الواحد بعد ما ياكل يبقى ياكل اكله كويسه ويمشي بطل وحاجه كويسه، ده يعني ربنا بيبارك له ان طبعا يعني شغال بمير. انما قلت يا باشا ان الحكايه اللي حد بيشتغل بحاجه حمير ولا الكلام اللي بيقوله ده حاجات انا مش مأيدها صراحه. هو في حاجات كانت بتحصل بالنسبه لمؤاخذه لحكايه الحمير دي كنا بنسمع عليها، مثلا في طريق الصحراء بتاع الفيوم اللي كانوا بيجيبوا الحمير دي بيذبحوها، او مثلا بيبقى ميت بياخدوا الجلود بتاعتها، ياخدوا الجلود بيصدروها بره في الصين وفي الحاجات دي اللي انا سمعته، يعني لان في ناس كانت بتتكلم في الحكايه دي. فطبعا لمؤاخذه الجلد بتاع الحمير دي بيبقى غالي، انما قولت حد يجي ويشتغل ويأكل الناس الحاجات دي انا مش مأيد الكلام ده صراحه. لا ما انا ما اروحش بقى اكل عند حد، لان اروح اخش بقى عند واحد ما عارفني. ما هو الوقت بقى يا باشا برضك طبعا انا الحمد لله رب العالمين انا معروف، عشان اخش عند واحد مثلا ابن كاري واروح اكل عنده مثلا ولا حاجه مش هينفع. الناس اللي هي بتبقى على الله كده لازم اديها احسن حاجه. ده طبق اللحمه اللي هو طبعا من نفس اللحم بتاع الكباب بتاعي، ان انا لازم طبعا اطلع احسن حاجه لبرضك الراجل اللي هو على الله دوت، حتى لما يجي يعمل شويه لحمه او شويه الشوربه برضك يعني هيبقى فيها حاجات يعني حد يعني بنغمه يدعي لي حتى كده وربنا يبارك.